من الآثار العريقة التي باتت مجهولة حتى على أبناء محافظتها آثار الجبار في قرية المسحك شمال محافظة صلاح الدين. وعلى الرغم من عراقتها وجمال المنطقة التي هي فيها، مهملة ومتروكة لتكون عرضة للتلف والاندثار. كثير من الآثار التاريخية في قرية المسحك، وهذه الآثار هي مهملة ومهملة من قبل الدولة، فيجب الاهتمام بها من وحمايتها من التعرية ومن الآفات ومن يعني تأول نفسه بالتخريب بهذه الآثار، فيجب الاهتمام بها. فوجود الجبار في قرية المسحك موجودة، ولكن الوجود لها يعني يجب أن تقوم الدولة بمد يدها إلى هذه المناطق والقيام بتنقيبها وجعلها مناطق سياحية. العوامل الطبيعية من جهة والإهمال وعدم معرفة القيمة الحقيقية لمثل هذا الإرث، فضلا عن الظرف الأمني الذي غيب السياح الذين كانوا يقصدون هذه المناطق، كل ذلك دعا إلى إعادة الحياة بالاهتمام وتفعيل دور المناطق الأثرية كرافد اقتصادي هام. إضافة إلى أنه الناس جهلها بالموضوع، ومن الرعاة وغيرهم من أهل الأغنام، من الأطفال، من اللي ما عرف يلعبون بها ويهدمون ويخربون، وإضافة إلى تجريف الأمطار والرياح والعوامل الطبيعية، الزلازل مثلا، كلها هذه ساهمت بخرابها، لأنها نلاحظها مهملة، ونتمنى أنه يعاد ترميمها وبنائها حتى نستفاد منها وحتى تكون تعكس صورة بلد كاملة. سابقا كنا نجي سفرات للمنطقة، سواء كانت سفرات عائلية أو ويا أصدقائنا، يعني كنا نجد سواح من محافظات العراق أو حتى سواح أجانب يجون للمنطقة، لأنه كان أكو اهتمام بالمناطق الأثرية وكانت منطقة سياحية. والآن بسبب الإهمال للمناطق الأثرية والوضع الأمني ما عاد نشوف أحد يجي سواح، سواء من المحافظات الأخرى أو أجانب يعني. ونرجو من الحكومة الاهتمام بالمناطق السياحية والأثرية والوضع الأمني. هي عينة لآثار قد لا نرى لها أثرا إذا ما استمر تعرضها للتجريف والعوامل الطبيعية الأخرى، هكذا يعتقد أهالي قرية المسحق الذين دعوا إلى إيلائها اهتماما حكوميا خاصا يساعد على الحفاظ عليها. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.